وللحديث عن تمديد عمل القطاعات الاقتصادية معنا وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري. أهلا وسهلا بك دكتور طارق معنا. إذن سأبدأ بما هي القطاعات المشمولة في القطاعات التجارية في تمديد حظر التجول وتمديد عملها حتى الساعة 12. أول شيء الله يمسيك بالخير ويعطيك العافية ويمسي مشاهدينا أينما كانوا على مساحة وطننا الغالي بألف خير. هذا القرار يشمل جميع القطاعات الاقتصادية، التمديد للقطاعات الاقتصادية حتى الساعة 12 مساء، وللمواطنين لحركة المواطنين حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل. القرار هذا بحث في لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج، وأخذت قرار اللجنة بتمديد ساعات العمل لمدة ساعة. نتأمل أن يكون هنالك أثار إيجابية من هذا القرار على القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالنتيجة على المواطنين، وإن كان يعني أي أثر إيجابي إحنا محتاجينه إن شاء الله سنلحظه قريبا. نعم دكتور، يعني إلى أي حد يعني لديكم قياس واضح إلى أي حد ستفيد هذه الساعة من التمديد القطاعات التجارية اليوم؟ يا سيدي أنت بالقطاعات التجارية عندك 10 قطاعات، وبالقطاعات الصناعية عندك 10 قطاعات. كل قطاع فائدته تختلف عن القطاع الثاني، ولكن هذه القطاعات سواء منشآت تبيع مستهلكات، منشآت سياحية، مصانع وخلافها، هذه المنشآت جميعها اللي تحدثنا معها بعد التواصل مع القطاع الخاص ترى بأنه سيعود بالفائدة على هذه القطاعات، وإن كان بنسب متفاوتة من قطاع إلى قطاع آخر. نعم دكتور، يعني هذا القرار اتخذ فعليا على أرض الواقع بعد تغذية الراجعة التي أتت من القطاعات بشكل عام، يمكن أن يكون هناك إزالة كلية للحظر؟ يا سيدي أولا بس عشان نحكي بآلية العمل اللي تتخذ فيها مثل هذه القرارات، بعد التواصل مع مختلف القطاعات كل وزير مع قطاعاته المختلفة يتم عرض هذه المطالب في اللجنة الوزارية، لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، ويتم بحث هذه المطالب ويتم اتخاذ القرار بشأنها. بعدين نحاول نطمن أنه وبائيا ما في عنا إشكالية بهذه القرارات التي لها علاقة بالصحة والسلام العامة، فيتم استشارة معالي وزير الصحة واللجان التابعة لوزارة الصحة، لجنة الأوبئة تحديدا، ويتم إعطائنا تغذية راجعة إن كان له أثر وبائي أم لم يكن له أثر وبائي، ويتخذ القرار بالنتيجة. إحنا متفقين بنهاية المطاف كلنا حريصين على حماية صحة المواطن، وهذه هي الأولوية الأولى، حماية صحة المواطن. نعم دكتور، هل سيكون هناك في القريب خصوصية لبعض القطاعات مثل القطاعات السياحية تحديدا في تمديد إضافي؟ يا سيدي كل المطالب التي تأتينا من القطاعات يتم دراستها، والدراسة تتم من قبل لجنة وزارية. بقدرش أنا أحكي أنه هذا قراري، هذا قرار اللجنة الوزارية، ولذلك هذه الأمور تمديد ساعات العمل الإضافية للقطاعات السياحية أو غيرها من القطاعات يتم دراستها في اللجنة الوزارية، وهنالك كل القرارات التي نتخذها كما تحدثنا قبل أيام يتم مراجعتها بشكل دوري للتجويد عليها، تعديلها إن كان هنالك يشوبها شائبة لتصويب هذه القرارات لتكون أفضل. نعم وزير الصناعة والتجارة دكتور طارق الحموري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.